والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة جديدة اكسترا سبيشال. هذه شفت لعبتي انا على الطاير بالغلط شفتها. يقول لي انت شكلك ما لعبت اللعبة اذا كنت تعرف كيف تلعب. طبعا ما شفت اللعبة ولا اعرف العب، نفس المانيوال مال اي شيء يتحصر في صندوق اول شيء اقف زبالة. المهم خلينا نلعب نيو جيم. فشفت اللعبة وعيبني المبدأ شوي غير عن باقي الالعاب اللي العبها ترى، بس يعني بنجرب يمكن افشل فيها مره مرتين، لكن ما على ظني انتم بتسامحوني على الفشل، بتعلمها وياكم مهني، وما بتعلمها بروحي. اهم شيء ابغى اشوف اللعبه فيها ستوب وبلاي ولا ما فيها. واحد اثنين ثلاث اربع، اخضر ازرق اخضر اخضر، ها كل حد يسوي شيء شكله. خمسة سبعة، عندي ثمان سبعة وربوت ربوتين. انزين اللعبة هل فيها ستوب؟ باك انكريز جيم سبيد تو زيرو ماينس. شوف فيرست ثينج ذن بيسكس اوف ذا كاميرا كنترولز من دبليو اس دي. هاي قاعده في كل الالعاب تقريبا. انزين انزين يمكن تيك اوت ذا فول كاميرا كنترولز من يوكي فكونا. اولوياتك الهبوط، لازم تسوي شغلات اساسيه، تقدر تبني من المين مينيو فوق هناك على اليسار اتباع. اكثر شيء المباني يحتاجون الى حديد وشغلات مواد بلاستيكيه. عندك انت كميه محدوده في السفينه هاي مالتك اللي راح تسوي فيها المملكه، ولازم تكون حذر جدا في صرفها. اول شيء لازم تسويه هو الاكسجين جنريتر. اوكي اول شيء نروح نسوي الاوتو. لحظه خلينا نشوف المكان. ويت 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 ويت، مكان وين اسوي؟ بمتد هني بالطريقه هاي. اوكي خلنا اسوي اكسجين انا توي لحظه اروح اكبر المباني. يو عجيب. انزين لازم احط وين هو يقول لي. يوز ماوس ميل ار اف كيز تو تشينج سايز ار اف ار ما يصير اكبر اف. حطينا الاكسجين. اوكي حطيت انت مبنى الاكسجين، يحتاج طاقه عسب انه يسوي لك شيء. حطي سولار بانل. بنحطي سولار بانل يعني غصبا عني يا اخي، ما بحطي هني يا اخي. اروح مسوي ثلاث قياسات هذا، بس بسوي القياس الستاندر العادي. انزين حطي طاقه شمسيه. الحين الطاقه الشمسيه لازم توصلها في الاكسجين. شوفوا شو رايكم انا فيني قاعد اترجم، والله اذا عجبتكم الترجمه ترى بكمل فيها، ترى مشروع ناجح. تشير توصيل المباني في بعض، يخليهم يتشاركون الماي والكهرباء. يخلي الناس اللي عندك يتمشون في الوسط. عشان توصل اثنينك اللي تحت لازم تسوي كليك على الاول وبعدين كليك على الثاني. اذا الوصلة مقبولة ايوه يعني تي بيطلع لنا وصلة في الوسط نقدر نوصلهم في بعض. زين you can increase game speed in the menu. زين بس اذا انا اوكي حلو اروم اسرع عليه. خلينا اسرع شوي. يلا يلا بنو 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 بسرعه 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 بسرعه. زين الحين خلينا ننزل سرعه اللعبه. استراكشرها بنيت نلاحظ انك انت تقدر تحطي مباني جديده نفس اللي حطيتهم الحين. اوكي الاكسجين يحتاج ماي عسب يشتغل، فلازم تحطي شيء يطلع لك الماي. والووتر يحتاج كهرباء عشان يكون هذا، فلازم تحطي كهرباء، لازم يكونوا متوصلين في بعض. لازم نروح نحطي لنا في كذا منيو ما لحقت افهم انا هذا شو حطينا نحن. لحظة 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 انا شو حطيت؟ ووتر اكستراكتر. اوكي هذا يطلع لنا الماي، لازم نوصل في بعض. يصير يوصلهم في بعض هاي؟ لا. اوكي الحين لازم نحطي اير لوكسير. لازم نحطي سيستم نظام الهواء اللي هو نفس تشوفه في الافلام، نوصله في المستعمرة مالنا. هي عبارة عن مستعمرة يسمونها كولوني، فنحن قاعد نوصل شغلات في بعض. طبعا هم ما يقدروا يتنفسون اكسجين، نحن على سطح المريخ. بما ان نحن على سطح المريخ يعني بعد بالمنطقة يعني ما في عندهم شيء، الا على اساس ان النظريات العلمية الحين اللي يقولونها على ناشونال جرافيك وربعه انه في هناك ماي. انزين خلينا نخف سرعة اللعبة. انزين الحين الايرلوك is slow to use. Later you might want to build more
اوكي يقولها ممكن يكون بطيء في استعماله، هي تبى تبني اكثر من واحد عشان دخله وطلع. الحين السفينة مالنا فيها بعض الاكل والماي، لازم تسوي كانتين، لازم تسوي كافتيريا، يعني كافتيريا بعد ترى انجليزي، بس هم يسوي مطعم عشان ياكلون يشربون. لحظة، شو اسم المينيو هذا؟ هذا انتيرير، هذا اكستيرير. ان اوكي لازم نحط كانتين. زين انا ما احط كانتين هنا، يعني لازم اوصلهم في بعض. نفس العملية، نفس العملية. انا ما بتريا، برفع على السرعة. هو يقول لي دق هناك، انا بدق على الكيبورد. زائد وناقص ترى، جالس استكشف اللعبة وياكم، ترى حارب الحار يعني، تخوانا قاعد اسوي شيء عجيب يعني. ما في، بسيط، اللعبة قاعد توجهنا للحين الامور طيبة يعني. بس يبالي زين، في الليل كيف بحصل كهرباء؟ محتاج بتري شيء يعني. هذا يقول لها سيستم، هذا قال لي انه بطيء، فلازم اسوي لي يعني سيستم افضل. ها ما في اكسجين ليش؟ اوكي لازم يتوصلون بال، خلينا نخف السرعه لحظه. لازم يكون ذا النت بي كونكتد ات ليست، انا ذا انترنت اوكي اتذكرت. لازم يكونوا موصولين في بعض على اساس انهم يقدرون يتمشون. وبعض كان هاف كومبوننتس بليس، يعني في بعض المباني يكون فيها سامان على اساس انه تشتغل اصلا في البدايه. فالحين في المطعم مالنا لازم نحط طاوله، ونحط مكان يشربون ماي، لازم نحط لهم شاشه تلفزيون، شاشه فيديو، وفور انترتينمنت عشان ما يلهم احباط اظن. يمكن عشان كليك ستراكشر انسلكت، نكليك اديت بوتن، عندك هني على الكانتين، وندق فص تعديل. وين؟ لا انا ما ابغى اشوف داخل هذا، ادق هنا او ادق هذا ادت انزل. او عجيب، قال لي بالطاولة، بالطاولة على المدخل. هذا وش ذا؟ ماء، فيديو سكرين، حاطي لهم ماي هني هني، خلي الماي في الزاوية. آخر شيء حاطي لهم، قال تلفزيون يستهلك واحد بلاستيك، تلفزيون خله هني. أوكي بس الحين يقدرون يستعملون الكانتين لما يحتاجون يشربون ياكلون. سمتمز ماي تونتوها مرة، تقول لازم تشوف شو انت موجود، دق تابكي على اساس انك تشوف شو. اوه عجيب، ممتاز. انزين اليوم ان احنا نسوي هالحركة هاي اللي شل ندق التاب وشل نقدر الى اخره الى اخره الى اخره، لازم نسوي دور، ما هو مكان اللي نرقد فيه، مكان الاكل عرفته، عشان يقدرون يرقدون. اوكي يعني الحين شغلات نفس الدور اللي في الانتيريور هاي خلاص، اذا وصلتهم مكان. والله في الكانتين مكان حلو، مشروع ناجح. ما يتوصلون فيهم شيء، ما يتوصل فيهم شيء اظني اللي انا فهمته. ف لازم احاسب وين احطي عشان مستقبل اللعبه. امتد هذا مو منه فايده حق عشان امتد. بليس كومبوننت بنك بندنج 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 بندنج. خلنا نشوف شو عندنا سامون ثاني. صبر ولا ما اقدر، لازم اسوي توتوريال. ها خلانا اسوي توتوريال غصب. ويت ويبرنج تو بلد، زي ما بتري زي، بسرعة 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 بسرعة. حاول تنهي، حاول تنهي، حاول تنهي. شو هالعيلة، شو هالانتظار هذا، شو حماية المريخ، ما عندنا وقت. بعدين انا احس بي الليل وبتوهق. ابا بتري بس ما اقدر ابني شيء، انا ملتزم في هذا للاسف. خلينا ندق عليهم كلك نشوف. لحظه، اسمه اوليفر ريفرس، شوف وضعه طيب تمام. تعالوا خلينا نشوف هذا، بدا يعطش زين، بيشربوا مي. بنينا الدور. لحظه خلينا نخف السرعه، ندق عليه وندق. شو الكيبايندنج؟ هلا نحط شباري بلاستيك. كم بلاستيك عندنا؟ كم بلاستيك عندنا؟ بس يكفي صح؟ شبريتين، اللي يتعب يرقد والباقي يكمل شفت. لازم تتم 50 ساعة في اليوم ترى.
هاي الشغل سريع، الراحات ما ينفع. لا احس بعد حرام ترى، بس اللعبة الحين بتخلينا نسوي كل شيء ترى. انزين في البيس ركون جنريت استرس شت داون. اوكي يعني اذا الكهرباء انقطعت المكان بيتبند، والطاقة الشمسية هو يعطينا خلال النهار. هل كنت اقول لكم يا شوفوا الحين لازم في الليل لازم نسوي اللي هو المروحة، شو اسمه، الطاحونة مال الكهرباء، اللي لازم تسوي كهرباء بالليل ونسوي باور كولكتر. هذا المخزن فيه بطاريات اكيد، اذا البطارية اللي كان يقدر يخزن لنا شو الطاقة اللي عندنا. طبعا اكثر شغلات نقدر نسويها في احجام مختلفة، بس حاليا يوز اصرف كيس اخي اشتري عود، بس ما اظن بحتاج شيء بهالحجم هذا. هو يباني اسوي اكبر، اوكي، ويباني احط لي بتري، ترى بتري عود يبا. انترسنت، مثير للاهتمام. زين اظني هذا قبل لي الليل. لحظة، صار لنا 8 ساعات. اوه يعطيني الوقت، اصلا صار لنا 8 ساعات على الكوكب هذا بس. وشوفوا بنينا مكان جميل يعني. خلا ماها بسرع اللعبة، اصلا انا بسرعها اساس انه خلص كل الحلقة الاولى وانتم فاهمين شو السالفة وياي. اذا بفهم السالفة بروحي ليش كلنا نفهم مع بعض. ودائما ما شاء الله عليكم مداخلاتكم انتم جميلة في الحلقات، تكتشفوا لي شغلات انا ما حاط اي حساب. انزين هذا انبنى، هذا بيبدأ 30 انتاج، هذا كم 30 من 30 generating progress، انتج 32 ونستهلك 11. انزين الحين يقول الكهرباء جزء اساسي من ان نحن ندير المكان، فلازم نسوي مجموعة بطاريات ومراوح هذا وغيره على اساس ان تكون الحياة مستمرة بسعادة. ايوه الواحد من الاساسيات يقول اللي هو الاكل راح يكون مشكلة كبيرة، فلازم نحطي مكان اللي هو بايودوم، كان أظني بيكون نفس البيوت البلاستيكية يعني، بيكون نحطي فيه الأكل نزرع فيه ونحطي فيه ميل ميكر اللي هو يسوي لنا الوجبات. البيوتوم أكيد محددين له مكان، هي محددين له مكانه. وصل في الكانتين دايركت، مكان حلو والله، أنا أي شيء ينتج سيده في الكانتين. انزين بنحطي بيوتوم، بنحطي ميل ميكر وين حصله. المشكلة هو بيجبرني إني شو أسوي، اني انا اترياه يبني. هذا اللي ما داني في التوتوريال، المفروض انا سويت سكيب حق التوتوريال اصلا. بنحط طماط، بنحط بصل، والله بصل زين احب البصل انا، ونحط اللي يسوي لنا الاكل. طبعا لازم نوصلهم، ونحن وصلناهم اوريدي وخلاص، واتريا كل شيء انه ينبني. طبعا ما اقدر اعدل اي شيء الا اذا شو اسمه. انزين ها شوف تاب، هذا التاب مالنا. انزين لحظة لحظة، وجه وجه خفس خفس، هد اللعب. قال يبا طماط، يبا بصل، بس يبا طماط وبصل، اوكي. وميل ميكر يبا، اللي هو هني بيكون ميل ميكر. اشوفه وين احطي هذا، ليش ما اقدر احطيه في زاوية؟ بحطيه على الجدار. والله زين حطيت الموية في الزاوية، كنت بحطيه هني انا الاول. اوكي ممتاز. الحين التريا كل شيء يعرف يقول تقدر تزيده من الكيبورد، يعني عندك زايد وناقص يزيد السرعة ولا يخف سرعة اللعبة. والله شكلها قام يستوي عندنا شوي. لحظة خلينا ندقها، والله شكلها حلو الصراحة اللعبة مرة، يعني شيء مرتب. أشوف هذا بيحطونه الحين ولا متى. زين بنمشي معه، تعليمات اللعبة مرة من الآخر. نعم زين الحين حطينا بصل، حطينا كل شيء. بايولوجيست في ولد، في عندنا ناس بايولوجيست يهتمون فيهم، ناس ثغرتهم خضر ايش عرفني. المهم يسوي السحر، ما انا ما اعرف شو يسوي. اصير اسوي ريسايكل،
كيف اسوي ريسايكل؟ حول لي اياه الى سامون. عجيب. اوكي بعدين نقدر نسوي ريسايكل اعاده تدوير حق اي شيء المباني، بس اهم شيء ما يقطع، يعني مثلا هذا يقطع بصرات ما نقدر نسوي له اعاده. ولازم عشان ننجي لازم نسوي مثل، لازم نسوي منجم. اوكي اوكي نسوي الحين منجم. والله مخططين لنا كل شيء، نحن شو نسوي؟ لحظة وين هني منجم؟ لحظة منجم يتوصل بعد، عجيب. اوكي نايس. ونسوي لنا بروسيسنج بلانت اللي هو مكان يعالج لنا المواد الخام ويحول لنا اياها الى حديد، يعني هذا بيطلع لنا حصى، والحصى نحن نحولها لحديد عن طريق شو؟ عن طريق البروسيسنج بلانت. هذا صديقنا اللي هو يا حبيبي تعال. زين اللي هو عن طريق البروسيسنج بلانت. خلنا نسرع اللعبة شوي، خلهم يبنون. زين حط البروسيسنج بلانت، حط مثل البروسيسر، انت ري كل شيء ينبني. والله حلوة الجرافكس مال اللعبة، شوفوا جميلة جدا جميلة. لحظة هاي اوكي هذا مش ممر معزول، هذا ممر اوكي بس كهرباء وصلت له، يعني بس كهرباء موصول فقط. خليني اخف السرعة. زين اوكي وصلنا كل شيء، الحين بيقولنا اكيد عدل هذا. وما لكي بايندنج لازم ادك المره كلك فوق متعايز. خلينا حاطين معالج معادن. هذا شو؟ اوكي هذا مال بلاستيك. اوكي فهذا معناه خليه يبنونهم. هذا معناه اذا اوصل ما اقدر اوصل اي شيء في هذا، عرفت النوم. معناه هني اقدر اسوي بلاستيك جيج، لان اعرفه هذا نفس ال مال 3D برينتر، اساسه البلاستيك اللي يستعملونه في 3D برينتر حاليا يسوى من الستارش اللي هو من الذرة وربع وهالسوالف. فاظني نحن بنسوي نفس الشيء هنا، بنزرع مزروعات ثانية. اوكي other bioplastic is produced from شو قلت لكم؟ ستارش. شو قلت لكم؟ the bioplastic processor starch produces some vegetables in the biodome، يعني في بعض الخضروات توفر لنا هاي المادة الستارش اساس، بس مش كل الخضرة طبعا. ولازم هذا اللي تسوي لنا، هم يسوون اكل اقل لكن ينتجون لنا شوي شغلات يعني. فنحن اللي نبغى نسوي اول شيء ننتج الخضر اللي تنتج لنا بلاستيك اللي هي العيش. اوكي انترستنج. انزين انا حيد الذرة، يمكن العيش بعد، ونحطي اللي هو هذا اللي ينتج لنا بلاستيك. نحن ليش نسوي هالشيء حاليا؟ حاليا اساسا نحن نحافظ على انتاج، نحن عندنا مجموعة موارد، الموارد هاي بتخلص، فنحن نبدأ ننجم ولا نبدأ ننتج من هالسوالف. ننجم وتنجيم حق الشموس، بس نبدأ ننتج هالسوالف قبل لا شو تبدأ تخلص علينا، بعدين ما نقدر ننتجها. فنحن قاعدين حاليا ننتج هالسوالف. سؤال، هاي الفيوم رقاد وين يرقدون؟ سؤال ويت ميل ميكر هاي يسوي اكل؟ اوكي في طماط. والله لحظه هني هم وايدين، بس ما اقدر اعدل شيء، ابغى احط شباري غير. والله انزين خلاص الحين الحين اللي عندنا هالروبوتات مالنا الحماليه يشلونهم كل شيء كموارد، ويسوون الكنترول كامل، يتحكمون في السوالف وهالشيء اساس ان نحن نقدر ننتج وغيره. الحين عندنا يقول لي الطاقه الشمسيه والمراوح. اوكي لا يكون في شيء اسمه سبير، ان السبير هذا هو اللي نصلح فيه. عندنا لازم يكون عندنا ورشه حق قطع الغيار هاي. اوكي سبير وركشوب كومبوننتس اند فاكتوري ستراكشر، يعني نحطي احنا مصنع ونحطي فيه ننتج قطع غيار حق المكان هذا.
اوكي، يقول لي الحين كان يجبرونك تحطي كل شيء، كان تجبرك اللعبة تحطي، الحين انت تقدر تحطي على راحتك، بس احسن مكان احنا بننتج هني. ما لي حاجة احطي مكان بعيد، حطي مكان قريب منهم، على احس انه كبير هذا. ليش؟ زين، الحين احنا نحط شو؟ بنحطي اللي هي المصنع. ها شوفي، ها شوفوا، هذا محتاج صيانة. أسوي شيء أنا ولا مو له داعي؟ هذا قاعد ينتج أكل، إنه هذا قاعد ينتج خضرة. ما أعرف، أنا بسوي له صيانة، هو الروبوت بيسوي له صيانة، بس هو اللي كان كاتب لنا إن الروبوت بروحه بيسوي صيانة. أيوة، هذا البيولوجيست تشوفونه، هذا هو. زين، ما حد جاي يصلحه. كيف اصلحه؟ زين، عندي سبير اصلا. كل حد يبغى تصريح، اذا الروبوت بروحه يبغى حد يصلحه. منو صلح؟ البيرجس قاعد يصلحه. لا، هذا قاعد ينزرع، ما اعرف ايش صار. بس لحظة، خلي اخف السرعة. لحظة، الوضع خطير. ها شو هذا؟ نسوي هاي، يسوي نقطة على الغيار اللي هو وركشوب، نقدر نسوي كوندكتر ودنيا وارمز. شكلنا بننتج روبوتات نحن بعدين، مش شكلنا على الاغلب. لحظة، سوى الاكسجين لازم يكون اظني 22% اللي فهمته هني. ليش 21%؟ اوكي، هذا قاعد ينتج. وين؟ هني. اوكي، تي خبرني كم عندي، وانا من الصبح قاعد ادور. انزين، اوكي، المصنع هذا لازم مهندسين اللي يديرونه، مش ناس عاديين. اوكي، والحين ناس بتمرض عندي، لازم اوفر لهم علاج، وعندنا ناس مندكسهم معالجين، هم شغلتهم يعالجون الناس، يعني معالج يعالج الناس، يعني ناس مرضوا. والله هذا مكان ابغى اوصل كل شي في بعضه، بس ابغى قريب المنجم والمطعم افضل، انه هو مركز الحين، هذا المركز كل حد يروح يرد عليه. فخلنا هذا مع هذا نوصلهم، ونسوي ونحط بليس بد. بس انا هني ابغى اعدل، ليش ما اقدر للحين؟ لا، عدنا في التوتوريال هذا. زين، خلينا نزيد السرعه، كل شيء طاير اليوم. خلصنا يا حبيبي، لازم تري ولا شكل ما عاد بتخلص علينا اصلا. كم عندنا بلاستيك؟ ها شو هذا الستارت اللي يسوونه بلاستيك، وعندنا المعدن الخام، عندنا كل شيء يعني. انزين، خلينا نحط السرير هنا على اساس هذا المكان اللي يعالجونهم عليه اذا مرضوا. اتصور اي بيعالجون على السرير الطبي، يعني عشان بيعالجون هذا. بس كل شيء من انتاجنا، بس يقول هذا يديره بس مهندسين. اذا كيف اعرف الناس اللي عندي شو يشتغلون؟ اشو ما في، ما اقدر اعرف. ليش زعلان انا؟ اوكي، لازم نلاحظ على الناس تكون دائما بصحة جيدة، يكون عندنا عدد معين دائما من الأدوية الطبية اللي هو هذا 10.
انزين لازم انا انتج، فلازم البيو بلاستيك بعد نحن شو اسمه في بعد نباتات طبية. اوكي يعني هني احطيه، شوف عليه السهم، ايوه اعشاب طبية، حلو. لحظة place structure lab، انا اصير بحطي المختبر واللاب بيكون زين. ابغى اوصل في الاثنين، ما بوصل في واحد، ما يصير اوصل في هذا. زين هذا ما يتوصل في شيء، وسخ. ليش ما يتوصل في شيء؟ بحطيه هني لان هذا وسط الانتاج كله، وهذا هني نوصله. انزين شو بعد نسوي؟ هنزيد السرعة على اساس نسوي، على اساس انه خلص. انزين بعد شي يبغى ورك بنش، ورك بنش هذا وين احطيه بعد؟ هذا هني بيكون ورك بنش يعني؟ لا ما اظن هني بيكون، هني في اللاب. يعني حق كل شيء الحين بسوي وحدة انتاج، يكون عندي مختبر طبي، عندي شو اسمه معدات طبية لها مختبرها، بس النباتات هاي شيء وايد مهم عندنا، خاطر ادبل انتاجه، لازم ادبل انتاجه، مش خاطر ما في شيء اسمه، لازم دبل انتاجي يكون عندي. ايوه من زين، خلينا نخف الريس عليه من هني. ايوه هذا الورك بنش، شو بيشو السنتايزر، حطي لنا هذا ورك بنش. زين خلي يسرعون شوي. كم نسبة الاكسجين؟ 20. انا مش عايب اني وضع الاكسجين للحين، هو في الاخضر، بس اذا حسيت نزل في الاصفر بحطي وحدة اكسجين ثانية. بس للحين ما يعني ليل، صح؟ يانا ليل الحين، وين ليل؟ بس كان عندي ريسورس. اوكي، بس يكون عندي موارد كفاية اني اعيش، اقدر احطي لاندنج باد اللي هو هذا سفينة. انا لاندنج باد، انا عندي سكيورتي ايشو، اذا حطيت لاندنج باد هنا ما بوصلها في الباور سبلاي مالي، ليش؟ خلنا ندخلهم عن طريق هذا، لا لانه اصلا عن طريق هذا. زين نوصلهم، هذا مكان هبوط السفينة يعني، عشان نستلم ناس زيادة يجون عنا، لكن احنا بنبني مستعمرة عود يعني. الوقت ما يتغير، غريب. يمكن لان احنا قاعدين نسوي توتوريال، هذا السبب الاساسي. اوكي مية مية. اوكي the nucleus will arrive only if the base is well run، يعني بيجون ماس بس اذا المكان مدار بشكل جيد. الحين نعرف اساسيات اللعبة ونقدر نبدأ الامبراطورية مالنا الخاصة. هاي خلصنا الطاقة التعريفية، وانا سويت توتوريال ترى بالغلط بعدها، يلا ما عليه، بديت انا التوتوريال هاي. على الاقل سوينا حلقة نتعلم اللعبة قبل ما نبدأها. المرة اللي الحلقة الجاية بنبدأ مستعمرة من اول وجديد، طبعا بنبدأ اللي اوت ولا ترتيب المستعمرة على كيفنا. المهم علي، ابى تحت في الكومنتات مشكورين على الدعم، وبشوف كومنتاتكم واشوف شو رايكم وشو تبون. كم طول السلسلة هذه؟ انا ما بسويها الصراحة، ما بسويها سلسلة طويلة وايد، بس تستاهل الاستكشاف. والسلام عليكم ورحمة الله.